أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير جايين بموضوع كده. الموضوع دلوقتي طبعا ده للناس اللي هي جديدة في على اليوتيوب، والموضوع دلوقتي ازاي تحافظ على أصدقائك. طيب هتحافظ على أصدقائك ازاي؟ ان حضرتك او حضرتك لازم تكون معهم باستمرار. يعني ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعلق على الفيديوهات الجديدة بتاعتهم، طبعا عن طريق ان احنا اصلا مفعلين الجرس بتاعهم. فلذلك احنا المفروض بيكون عندنا اللي هو الجرس اللي احنا شايفينه فوق دول جنب الصورة بتاعتنا من فوق. باركوا دلوقتي. فطبعا اللي هو في الشمال فوق دوان الجرس ده لازم يكون مفعل. طيب اللي المفروض احنا نعمله ايه يا جماعة الخير؟ طبعا الناس حضراتكم لما هم بيعلقوا على الفيديوهات بتاعتنا، فلازم احنا اعتبارا للناس اللي جت لنا دي، يعني لازم احنا نروح نعبر ان احنا نرد على الفيديوهات بتاعتها برضو زي ما هم دخلوا لنا وبالمثل يعني. طيب ازاي نعمل الطريقة ديتي بطريقة سهلة وسريعة ويكون بكل سهولة يعني؟ فطبعا انا بكلم الناس يا جماعة اللي هي طبعا جديدة على اليوتيوب وعاملين قنوات. فنبدأ مع بعض نسمي الله كده، وطبعا لو نبدأ بقى ايه ازاي ان احنا نعمل. طبعا احنا على دلوقتي الصفحة بتاعت اليوتيوب الرئيسية، فاحنا كل اللي هنعمله ان احنا هنطلع على عند الايه الصورة بتاعتنا ديتي اللي هي في الشمال فوق، ونضغط عليها ضغطة وندخل على استوديو منشوء المحتوى. بعد كده يا عليها. جماعة الخير يبقى قدامنا جميع التعليقات بتاعت الناس اللي هم زارونا. طبعا الصفحة دي بتاعت اللي هي التعليقات اللي هي مكتوب عليها من فوق اول التعليقات المنشورة لو حضراتكم شايفينها اهي. وبعد كده في خانة تانية جنبها اسمها في انتظار المراجعة لو حاجة عايزة تتراجع، وفي حاجة اسمها الخانة التالتة دي يا جماعة اللي هي بتاعت محتوى غير مرغوب فيه. طبعا المحتوى المرغوب فيه ده يا جماعة مش بيبقى بصراحة يعني كله حاجات مش مرغوب فيها يعني. يعني مثلا يوتيوب بصراحة أنا مش عارف يعني، واحد مثلا أو واحدة بتقول بارك الله فيك أو فجأة ليه محظورة. فبصراحة يعني مش قادر يعني أفهم إيه الحظر اللي فيها أو إيه الغلط اللي فيها. يعني مثلا أقول لحضراتكم حاجة، أول الاتنين اللي فوق دولي اللي قدامكم ده هماني، بتقول حضرتك ايه وصفة جميلة ما شاء الله، دي كانت محظورة او اعرف. طب ايه سبب حظرها؟ والله مش قادر بصراحة اتصور يعني ايه المشكلة. طيب واللي فوقها مثلا احلى فطار، طيب ايه المشكلة اللي فيها؟ مش قادر اعرف. طب اللي تحت خالص مثلا نقول لايك، دي مثلا ممكن تكون محظورة ولا حاجة، في حاجة اسمها كي كاتبة هيتي لايك بارك الله فيك، بارك الله فيك دي يعني محظورة. طب انا عايز اعرف هي محظورة يعني ايه المناسبة؟ يعني حضراتكم لو انتوا تعرفوا حاجة من الموضوع ده يا جماعة قولولنا، لان طبعا انا بصراحة دخلتهم على التعليقات المنشورة عادي، عملت لهم موافقة عليها ودخلتهم لان انا مش شايفهم حاجة غلط يعني. فانا برضو مش قادر افهم ايه معنى الحظر اللي اليوتيوب بيحطوه لي ده، يعني بحطهم في الحظر ده. انا ما كل يوم بحوالي نص التعليقات عندي بتبقى في الحظر. المهم فطبعا كده يا جماعة ده اللي انا عايز اقوله لحضراتكم النهاردة بالنسبة للفيديو، ان التعليقات اللي هي بتبقى موجودة دي بتبقى موجودة يا جماعة على جميع الفيديوهات اللي حضرتك او حضرتك عندك على اليوتيوب، وبتبقى جاية بترتيب اللي هي بالثواني حتى مش بالساعات ماشي. طبعا وفي هنا اظهار المزيد لو احنا ضغطنا عليه تحت خالص بنظهر برضو يظهر تاني اي حاجة احنا عايزينها اللي هي من اللي هي التعليقات السابقة ماشي. وبكده يا جماعة احنا في الوقت ده احنا بنعمل ايه مثلا؟ يعني مثلا عشان نقول برضو نبين للناس
مثلا اللي هي مثلا اخر تعليق ده، بتقول مثلا ايه احلى فطار، كل اللي احنا بنعمله بنقول له مثلا احنا معجبين وبنديله قلب على ان احنا حبينا التعليق بتاعه، تمام. وبعدين بنروح ضاغطين ضغطة واحدة على الصورة او اسم القناة. الطريقة دي يعني طريقة جميلة جدا وناجحة جدا، ليه؟ بالنسبة ان انت ما يعديكش، يعني ما فيش حاجة تعديكم من التعليقات على الفيديو. يعني اي حد علق لكم على الصفحة بتاعتكم في اي فيديو هتلاقوها موجودة هنا بترتيبها، وهتبقى قدامكم، وطبعا هتبقى معروفة ازاي بالنسبة لحضراتكم. طبعا الحاجة اللي انا شفتها شايفين، فبتبقى معمول لها على لايك وقلب، لكن الحاجة اللي هي انا ما شفتهاش وما دخلتش على صفحتها وما عبرتهاش، مش قصدي يعني ما عبرتهاش ان هروح اشيلهم كلهم الوقت ان شاء الله، لان بصراحة الناس اللي بيخشلي كلهم على دماغي، وبرضو الناس اللي ما دخلوش ليا انا بديلهم العذر، لان طبعا دي قنوات بتعتبر بتبقى كبرت شوية وعندها ناس كتيرة، فبصراحة الموضوع ده بالنسبة لي بيبقى منهك جدا جدا جدا، ان الواحد يقدر يلم الناس اللي هم ردوله والناس اللي هم على الجرس لسه محتاجين الواحد يردوله على الفيديوهات. فجماعة الخير، انا بالنسبة لي انا ان ما دخلتش لناس، يعني انا برضو الفيديو ده بعمله اعتذار رسمي مني ومن القناة بتاعتي لأي حد انا ما دخلتلوش، تمام، في خلال مثلا اليوم. بس انا بالنسبة لي الناس اللي دخلولي في قلب اليوم للفيديو بتاعي اللي انا نزلته، طبعا دول على دماغي كلهم انا بخش لهم، حتى لو عندي شغل الدنيا لازم اعبرهم زي ما هم عبروني. اما بالنسبه يا جماعه للناس اللي على الجرس، فانا اسف اسف ليهم كلهم والله، ولما بلاقي فرصه ان انا اخش على الجرس علشان ارد على الناس اللي هي مثلا عامله فيديوهات جديده ما دخلتليش، بدخل والله وما بقصر. وكده يا جماعه الخير، يبقى انا كده خلصت معاكم الفيديو. وان كان عجبكم الفيديو واستفدتم منه حاجه، ما تنسانوش من دعائكم. وعايز اقول لحضراتكم برضو حاجة بالنسبة يا جماعة، ليه طبعا بدل ما كل شوية انت حضراتكم بقى تيجي تخش على الصورة بتاعت حضراتكم، تخش على اليوتيوب عشان تخش على القناة بتاعتك، وبعدين تخش على اللي هو زي ما احنا قلنا المنتدى وعشان تعلق، احنا انا بالنسبة لي انا عامل له اختصار فوق خالص اهو، دي كل اللي احنا بنعمله ايه. طبعا لو حضرتك او حضرتك عندك الجوجل كروم او الاوبرا زي اللي انا عليه دوني، كل اللي انا فيه هنا هو فوق يا جماعه زي ما انتم شايفين فوق هنا اهو، فيه هنا هو حاجه رسمه قلب كده. انا لو انا ضغطت على الرسمه بتاعت القلب دي كده ماشي، فيقوم ايه هو بيروح ظاهر لي ان دي يعني انت عايز تعمل الصفحه بتاعتك ده هي تبقى عندك على اللي هي الاختصارات اللي هي الفوق دي، يعني هقول له موافق داون ماشي، فهي بقت يا جماعة فوق عندي هي اللي يعني مكتوب عليها التعليقات بتاعت اليوتيوب ماشي، بشرط ان انا مثلا لو انا مثلا اهو انا قافل الصفحة خالص اهو، عامل صفحة جديدة وضغطت عليها على طول، بتروح مدخلاني على طول على صفحة ايه يا جماعة الخير، على الصفحة بتاعتي اللي انا اللي هي بتاعت التعليقات بتاعت الناس احباب اللي جولي على الفيديو بتاعي. وكده يا جماعة ما يبقاش فرصة ان يعدي مني اي واحد جالي او اي حد من احبابنا بتوع القنوات دخلولي وعبروني وانا ايه ما ردش عليهم، ابقى زعلان جدا. يعني مثلا كده يبقى انا ايه يا جماعة الخير، معلش زي ما بقولت لحضراتكم ان الموضوع كله فيه ان انا بحاول بقدر الامكان اعبر الناس اللي بتجيلي. وكده يا جماعة الخير، يبقى انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو، وان عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسونيش من دعائكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.